الحركات بتعمل ايه؟ هو ده زبون بص بس اخد بقى بص بشتكلي كده، لازم بص اشغله شوية قبل ما نروح للشلبوكة، لازم نروح نشوف اتحاد ميلاوي خبطنا. براحة البرادي، براحة حركات يا دار ابيض، براحة بقى حركات. طب استنى بس انا عاوز اطلع بشتكلي كده بقى، مش عاوز يطلع. يا ابني لازم بص ادخله البيت كده عند شلبوكة، يلا بينا بالشعب بقى. ندو شلبي شلبوكة 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 اللي وادي بشكل كده يا عيد الحمريكا. ادي لو انا زعبولة بس كده ركبت بشكل، خليه بقى يتفرج على التلفزيون. طيب بس حركات نشغله بقى كده البستون ولا كارتون نتورك؟ بشكل بتاع بص يا ودي زعبولة بيحب السنافر. ايه ده يا دار حمريكا، الزراير اللي هناك دي يا واد زعبولة، تعال بص كده اما تشوف. ايه ده الزراير؟ زراير ايه؟ استنى حركات، يا نهار ابيض ايه كل الزراير دي؟ واد زعبولة انا بص بقى عاوز ادوس على الزرار اللي هيخليني غني. طب وانت مين قال لك اساسا ان في زرار من دول هيخليك غني؟ إيه استنى حركات تدوس، الزراير دي شكلها خطيره، اوعى تدوس على اي حاجه. تاب تاب مش هدوس على اي حاجه. ايه ده حركات؟ حركات الغني ولا تقريبا هو الزرار ده بقى اللي حوالي غني كده ويكون معاه بروبوكس كتير، لازم ادوس عليه بسرعه. بص ايه ده يا ناوي وانا زعبوله. يا نهار ابيض الواد حركات مات، ضد شلبي ضد شلبي. في ايه؟ صوتكم عالي ليه؟ انتوا اللي جابكم عند الزراير هنا. ضد شلبي الواد حركات دوس على الزرار ده فمات. احسن يستاهل، مين اللي قاله يدوس على الزراير؟ احنا لسه ما لعبناش التحدي، وبعدين حركات ده غبي. انت شلبوكة كده تحط الدبوس في زرار الشلبوكة يدخل في رجلي كده عوادي يخلينا نموت الشلبوكة. دبوس دبوس مين يا واد انت؟ انت دوست على الزرار الغلط عشان كده موت. يا ولاد التحدي النهارده تحدي الزراير، هو فين ابو علي؟ انت شلبوكة ولا مش انت خلبوشة؟ انت مش موتني مش موتة كده موتة قوية. نعم يا اخويا موتة قوية. ايه موتة قوية دي؟ هو في موتة ضعيفة وموتة قوية؟ ايوه تمام، بص الشلبوكة زي بص ما في دابة قوية ودابة ضعيفة، في برضه موتة قوية وموتة ضعيفة تابعا. يا صباح الخير يا علاء، ازيكم عاملين ايه؟ لسه صاحي من النوم دلوقتي حالا حالا، وكنت لسه بحلم كمان ان العلاوية بيتفرجوا على الفيديو بتاعي وبيعملوا احلى لايك دلوقتي وكمان اشتراك في القناة. يا سلام، وبيفعلوا الجرس، لاتس جو. بصراحة ايه ده؟ الو وانا بنط شفت او ماي جاد، ايه ده؟ الجد الشلبي هناك شايفين؟ لاتس جو الجد الشلبي. ايه ده؟ هو تقريبا واقف مع حركات والله هناك في الجنينة، مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، بس خلينا افتح بسرعة البلكونة بتاعتي عشان اعرف هما راحوا يلعبوا التحدي من غيري. النبات كل مرة بيروحوا يلعبوا التحدي من غيري يا علوية عشان عاوزين يكسبوا طبعا، وعارفين ان ابو علي الذكي بيكسب كل التحديات، عشان كده مش عاوزيني اشارك خالص في اي تحدي. بس انا ايه ده يا دار زبادي؟ صباح الفل يا موتوسيكل، هو انت بتعمل ايه؟ طيب ماشي يا بوتس. ايه ده يا نهار زبادي، موتوسيكل حركات بيتكلم. هو ده حركات جدو شلبي؟ موتوسيكل حركات بيتكلم يا جدو شلبي. ابو علي صباح الخير، ايه الجنان اللي انت بتقوله ده؟ موتوسيكل حركات بيتكلم، انت فاكره انسان؟ يا جدو شلبي انا سمعته والله سمعته، موتوسيكل حركات بيتكلم. هو ده حركات الموتوسيكل بتاعك بيتكلم. ايوه تمام يا ابني، ما انا عارف تمام، ما انا بصي عشان كده بصي بقى مخليه يتفرج على التلفزيون. يا دار زبادي موتوسيكل حركات طلع بيتكلم وكمان ايه ده؟ هو ايه الزراير دي يا جدو شلبي؟ الزراير دي هي التحدي بتاعت النهارده يا ولاد، لا تضغط على الزر الخطأ، لو ضغطت على الزر الخطأ هيحصل فيك زي ما حصل مع حركات. ايه ده؟ هو ايه اللي حصل مع حركات؟ انت حصل معاك ايه يا ابني؟ انا مش واد مالي موت كده موتة قوية. نعم يا اخويا موتة قوية، هو في موتة ضعيفة وموتة قوية؟ ايوه تمام يا ابني، زي بص ما في دابة قوية ودابة ضعيفة، انتوا بس مش فاهمين حاجة ولا ايه؟ حركات هو اللي ذكي هنا بس. حركات هو اللي ذكي هنا بس، والله انت غبي. هو في علوية موتة قوية وموتة ضعيفة؟ ده ايه دي ان شاء الله؟ من اول مرة اعرف ان في موتة قوية وموتة ضعيفة، ما كلها موتات. يا ولاد كل زرار من ده ليه وظيفة، وطبعا اللي هيدوس على الزرار الخطأ هيحصل له حاجات غريبة، ممكن يموت، ممكن يتنقل في مكان تاني، ممكن ينجح، ممكن يتحول، في حاجات كتير. بس يلا بسرعة عشان انا مستعجل ورايح مشوار ضروري، عاوز اخلص التحدي واروح المشوار.
ليتس جو. والله تحدي جامد يا جدو شلبي. اوكي اوكي انا اختار الزرار اللي قدامي ده اللي هو في النص. هو ده بقى اللي اختار الزرار في النص اللي هو تمانو. انا بقى ماشي شلبكة اختار الزرار اللي قدامي ده اول. انا وانا هكمل شوية خليني اختار الزرار. ايه ده حركات يا غبي، حركات اختار الزرار، وزي ما انتوا شايفين حركات اتنقل في مكان دلوقتي بعيد. وانا كمان يا جدو شلبي اختار الزرار اللي قدامي ده، عشان كده انا فكرت كتير ولقيت ان هو ده احسن زرار يعني. خلينا اختاره بسرعة. برافو عليك يا زعبولة، وانت كمان اختفيت. ايه ده هما راحوا فين يا جدو شلبي؟ دلوقتي هما في مكان بعيد. اختار ابو علي يلا، هتختار انهي زرار؟ طب وانا لو اخترت الزرار اللي زيهم كده ممكن اروح معاهم صح؟ لا طبعا، الزرار كل مرة بيقدم حاجة غير اللي قبلها. انت قصدك ان هما لما داسوا اختفوا، انا ممكن ادوس عليه اموت صح؟ ممكن ادوس عليه يحصل حاجات صح كده؟ بالظبط كده. طيب انا اختار اللي في النص. ليتس جو. الو يا نار زبادي، جدو شلبي انا مختفي. الحقوا يا علوية انا اختفيت. ليتس جو، دوس على الزرار اختفيت. ابو علي انت دلوقتي اختفيت، محدش يقدر يشوفك خالص. ايوه ده جدو شلبي انا اختفيت. طبعا الوقت حركات زعبولة راح في مكان بعيد علوية، عشان كده انا هعمل مقالب كتير في المدينة وانا مختفي كده. او ماي جاد، جدو شلبي انا فرحان جدا. ايه ده الو يا نار زبادي، انا دوست على الزرار ده. لا برافو عليك يا ابو علي يا زكي، وانت كمان دوست على الزرار اللي بين اللي مسافات بعيدة. انا عندي مشوار ضروري، خلينا اروح بسرعة ونبقى نلعب تحدي الزراير مرة تانية. اوكي قولي مولي انا جيت فين. ايه ده ازيك يا انسة؟ انا ابو علي على فكرة ما شفتش الوقت حركاته زعبولة. ايه ده زعبولة؟ ايه ده ابو علي، هو انت جيت معانا؟ ايه ده هو انتوا جايين هنا بتتعذبوا؟ الجد الشلبي جايبنا نتعذب ولا ايه؟ هو فين الوقت حركات؟ ابو علي هنا بص تحدي الزرار. ابو علي لازم كلنا ندوس على الزرار عشان نلعب بقى. تحدي الزرار؟ هو ايه اللي بيحصل طيب؟ ايه ده ثانية انا عاوز اعرف الوقت حركات هنا. كنا ماسك سيف، ده حركات هنا مجرم. هو ده حركات؟ ايه ده هو ده ابو علي فخ اهو. انا فرخه يا بنت حركات. استنى انت جايب من الاسلحه دي حركات. ايه ده في قنابل. او ماي جاد. الو ثانيه كنابل دي لو جت علينا الفرقع. والله الفرقع. بص على علوية جرب فرقعي كده قنبلة فرقعي. او ماي جاد شفت انا فرقعت ازاي؟ بص على علوية كتب تحت ان انا مت خلاص، دول بس اللي كسبوا. اوكي التلاتة دول اللي كسبوا تحت. ليتس جو، تحدي جامد. هو ده الزرار ولا ايه؟ خلينا ندوس عليه. اوكي دلوقتي جينا فين؟ اوه ايه المكان ده؟ هو ايه اللي بيحصل؟ زعبولة انتوا كنتوا قبلي هنا، قول لي ايه اللي بيحصل؟ ايه ده انا معايا مسدس. يا نهار زبادي والله اضربك الكم. ايه ده ايه ده زعبولة يا غدار بتضرب فيا زعبولة؟ انا ابو علي والله اللي بودك ابو علي. انت بودت زعبولة انه اوكي امسك يا زعبولة يلا. موت الواد وموت زعبولة. موتهم كلهم؟ في واحد اهو، في بنت 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 لازم اموتها. موتها اوكي ماتت. ليتس جو انا اللي كسبت طبعا. ايه ده انا سامع صوت ضرب. هولي مولي مين اللي صاحي وانا كسر راسه؟ ايه ده بيضرب عليا في واحد بيضرب. حركات الفرخه. ايوه الشباب يا حبيبي حركات الفرخه، انا واقف في بوش هجلدك دلوقتي. ايه ده جلدني فعلا. ماشي حركات، هو حركات ذكي ده طلع فوق عشان محدش يشوفه. انت وانا مالي شفت بعد قيامتك ازاي؟ ما قلتك مش زي فرخه. انا فرخه حركات يا فرخه، اوريك دلوقتي والله. اوكي احنا جينا فين؟ التحدي ده اللي هو مش عارف تقريبا ادونا سلاح تاني. ليتس جو امسك يا زعبولة. ابو علي استنى اللعبة معلقة. الواد موتني والله معاك يا زعبولة. احسن ابو علي عشان انت كمان موتني. اوكي الو احنا عندنا هنا كوينز. ليتس جو خلينا ناخد الكوينز. ممكن ندوس على الزرار ده؟ الو دوس انا عايز ادوس على الزرار اما نشوف ايه التحدي. اوكي بيقولوا لنا دوس على الزرار، انا دوست دلوقتي. اوكي وات هابينج ايه اللي بيحصل؟ اللعبه بتبدا، كتب لنا كده ان اللعبه بتبدا. ليتس جو. ايه ده ايه النبات دول؟ ثلاث نبات اربعه ست نبات سبع نبات ثمانيه تسع عشره 11 نوب 12 13. ايه ده بيقول لنا كام نوب؟ 13 بسرعه. وانا ابو علي هو بدون السبعه ولا كام؟ 13 يا غبي. 13 والله 9 10 11 12 13. ليتس جو 13 نوب. اوكي ابو علي كسب وحركات كسب. زعبولة فين؟ زعبولة بقى. ازيك يا زعبولة يا نوب؟
دلوقتي يا علوية انا فهمت التحدي خلاص، بنيجي ندوس على الزرار عشان نشوف ايه التحدي اللي بعد. لاتس جو، تقريبا بيخصم مننا فلوس. انا معايا 4200. لاتس جو، 21 جوهرة. اوكي بيبدا اللعبه. لاتس جو دلوقتي، ده سباق بيقول لنا اوصل للنهايه قبل ما الوقت يخلص. ثانيه، احنا بنتزق لورا. اوكي اطلع بسرعه كابتن. لا اطلع بليز، اطلع. الحمد لله الوقت. حركه الفرخه سبقنا طبعا، ما عشان اول واحد جينا على وي عارف التحديات كلها. خلينا جينا كده. زعبول انت بتعمل ايه؟ طب انا بعمل ايه بس لو وصلت اول النهايه؟ انا اول واحد يدوبات كشاف. ما انت عشان اول واحد جيت هنا طبعا، بس على الزرار غلط في بروك هيفن فاول واحد جينا. انت واضح حركات، خد يا واد. اول زي ما واد فخات، استنى مش دوست على الزرار بقى. ايه ده، انت جايب منين الحاجات دي يا واد انت؟ انا لازم اعرف الحركات جايب الحاجات دي منين. او ماي جاد، 2 نوبات، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 30 34 35. ايه ده يا علويه، 35 نوب تقريبا. ليتس جو، خلينا نشوف كده. 35. الو، انا ما لحقتش اجيب 35 طبعا يا علويه. انا بقول عليهم نوب لان هو اصلا صاحب اللعبه كاتب كده، بيقول لنا كم نوب موجود دلوقتي او نوبس. بصوا شايفين كم عدد النوبات موجودين؟ 29 نوب. الو، والله كله غلط. اوكي احنا عندنا هنا ستور يا علوية، في هنا ستور، لازم اروح الستور طبعا. اوكي واشوف الواد حركات الفرخة. او ماي جاد، هو شاري السلاح من هنا. لاتس جو، هاته بسرعة. في تاني كباد الواد حركات الفرخة جايبه، جايب سيف، لازم اجيب السيف. ايه ده، البيتزا، بيتزا بروك هيفن، وكمان في الدبدوب تيدي. لاتس جو، جبتهم. اوكي واجيب ده. او ماي جاد، السيف الدايموند ب 750. الو، والله يا علوية عندنا حاجات كتير في الستور، تي تي ان تي وفي حاجات كتير، بس خدوا بالكم في حاجات بجواهر. انا معايا 23 جوهره بس، التي ان تي ب 8 خلينا اجيبه. ليتس جو، جبت تي ان تي، يمكن افجر الوضع حركات. تعالى وضع حركات اقول لك على حاجه. اوجي يا واد انت، تعالى بس اقول لك. ايه ده، هو راح فين الوضع؟ كان هنا اختفى. هو شاري محلول ولا ايه؟ كده خلى اللعبه دلوقتي على علوية. الو، هو انا مت كده في ثانية؟ هو ايه اللي حصل؟ كلنا متنا اصلا، مش عارف اللعبة بايظة تقريبا. خلينا اجيب التي ان تي. تعالى وادي حركات انت وزعبول، اوريكم حاجة. بصوا حركات الفرخة، صورته هي اللي محطوطة. اوكي ده خد، اجيب كمان. او ماي جاد، ايه ده؟ انا عايز احط التي ان تي. ارمي التي ان تي، خليه فجر. او ماي جاد، لا ثانية يا كابتن، يا نهار زبادي، الحق علوية، بصوا اللي جاي علينا. ليتس جو، تيري تيري تيري، الحمد لله. تعالى هنا كده، زعبول لبان، يا نار زبادي، كله مات. الواد حركات لسه عايش، حركات. لا، ارجع كده بعلي، يلا بسرعة. انا عايز اكسب بليز. الحمد لله عدي. اوكي والله عديت. يا حركات يا فرخة، ثانية انا عايز احط التي ان تي، ده ما بيضربش اصلا. حركات، امسك قنبلة يا حركات. يا ابني بص، الكوبايه دي مش بتفرقع، ما انا بص شايل الكوبايه بعده. ايه ده، مش بتفرقع؟ طيب وانا اللي شارك كده على الفاضي، منظر بس يعني يا علوية. اوكي التحدي التاني ان احنا طبعا هنعدي لحد خط النهايه هناك. ليتس جو بسرعه، الوقت حركات الفرخه اول واحد بيجري على علوية، عشان كده اول واحد بيكسب. اوكي يلا خلينا نروح ورا بسرعه. حركات الفرخه، ده اللي كسبت الاول. وانا بادو يا حبيبي، كسبت بادو. اوكي بص، حركات الفرخه شاري اجنحه ولا بيعمل ايه؟ انت واضح حركات، عاوز ايه بقى واد انت؟ ايه ده، هو انت شاري منين البتات دي؟ الواد حركات مع بت والله. او ماي جاد، نزلت من النوبات دول كل شويه. 5 6 نوب، 7 8 9 10 11 نوب، 12 13 14 17 18 نوب، 19 20 21 22 23 24 25 نوب. 25 على الوي، 25 بسرعة. اوكي يا رب يطلع العدد صح، انتوا بقى انزلوا في الكومنتات. او ماي جاد، صح 25 نوب، شفت بقى انا عديت وطلع صح. ابو علي هو اللي صح، وكمان زعبولة. انا ابو علي غشيت منك عشان انت قلت 25. يا غدارين والله، انتوا الاتنين غدارين. اوكي خلينا ندوس على الزرار، طبعا هم بيدوسوا عليه اول ما بنبدا على طول. التحدي ده تحديات منوعه يا علوية. بص الواد حركات، صورته هي اللي محطوطه هنا. او ماي جاد، يا ريتني ما بصيت على صورتك يا حركات، اول ما بصيت عليه مت. خلينا ندوس على الزرار بسرعه. دوس. اوكي كده احنا دوسنا على الزرار، اما نشوف التحدي دلوقتي. ليتس جو، انا راكب طياره. والله راكبين صواريخ. لازم ندخل من الدايره بسرعه، اول دايره الثانيه. ليتس جو، والله تحدي جامد يا علوية ان انتوا تلعبوه مع اصحابكم.
تحديات منوعه رهيبه. ليتس جو، خلينا ندخل. انا اول واحد، اول واحد ابو علي، اول واحد. يو ون، انا اللي كسبت طبعا. انت واجب بالي بشر الشري. ايه ايه ده، انت شارب التات؟ يا حركات يا نوب، شارب التات والله. ايه ده، لحظه واحده، حركات ليفل 6 وانا اللي في الثمانيه؟ والله انت نوب، يعني انا جاي بعدك وانا اللي في الاعلى منك؟ انت بقى ازاي بقى الكذب داوي؟ كذب والله، انا اللي في الاعلى منه. حركات يا فرخه يا نوب. اوكي لازم نعدي الجسر كلنا، بس نشوف مين اللي عدى الاول. بسرعه ابو علي ركز، نط 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 نط. خدت الكوينز، انا اول واحد. ابو علي اللي في المقدمه، شايفين ابو علي اول واحد، ابو علي وصل اول واحد. خدت الكوينز كمان. ابو علي اللي كسب. انا ابو علي، انا كل شويه بكسب بكسب. ما انت عشان نوبه زعبوله، تعالى امشي معايا. اوكي دلوقتي يا علويا نشوف التحدي اللي بعده. اوه بيقولوا لنا ادخلوا في ثلاث فتحات. اول فتحه ليتس جو، فين الفتحه الثانيه؟ الفتحه هناك هناك هناك. استنى، دخلت الفتحه، الفتحه الثالثه، الفتحه الثالثه هناك هناك هناك. بسرعه بسرعه، الوقت الوقت. اوكي والله عديت، دخلت ثلاث فتحات، كلنا دخلنا الفتحات اصلا، كسبنا. خلينا ندوس على الزرار طبعا اول ما التحدي يخلص. اول ما التحدي يخلص على طول هدوس على الزرار اللي هو عشان يجيب لنا التحدي الثاني. ليتس جو، كسبنا كسبنا. اوكي قوم ابو علي، كله واقع برضه. بصوا الزعبوله بايت ازاي. هدوس على الزرار، يب الله ما بلحق ادوس على الزرار اللي هو كله بيدوس عليه في ثواني. الجيم اللي بعده، اول ما بندوس على الزرار بيجيب لنا تحدي، وهو ده التحدي اللي انتوا شايفينه دلوقتي. ليتس جو بسرعه. ريد لايت. الو، دي لعبه الحبار. الو، او ماي جاد، ريد لايت. اقفوا، ايه اقفوا، حركات مات. احسن حركات يا فرخه. بصوا بصوا حركات مات ازاي. ليتس جو يا ابو علي. ابو علي مش متهور. ابو علي خدت الكوينز. اوكي الكوينز الثانيه. اوكي اقف ابو علي. ابو علي انا وقفت برضه. برافو عليك يا واد الزعبوله، يلا عدي الوقت الزعبوله، انا وانت اللي كسبنا. ليتس جو، لعبه الحبار جامده قوي هنا والله. اوكي البنت دي كمان كسبت معانا. حركات يا فرخه. انت واد ابو علي، انا مش خشيت بقى عشان البنت اللي كانت جوه دي بتتكلم عن الجليجي. ايه ده بتتكلم عن الجليجي؟ انت دوب حركات والله. الو، هو انا مت ليه؟ الو الوقت حركات اللي موتني. دوس ابو علي، دوس ابو علي على الزرار. اوكي علويه، بصوا بصوا الشاشه اتغيرت ازاي، الاضاءه كلها اتغيرت والالوان وكل حاجه. اوكي هنختار لون. انا اللون الازرق. التيم الازرق ضد التيم الاحمر. بسرعه بسرعه بسرعه، التيم الازرق. يا زعبول يا نوب زعبول، مختار التيم الاحمر. ابو علي انا خسرتكم، ابو علي هنزلكم 2-1. 2-1 يا ابني، واحنا بنلعب باتش كوره. انت واد ابو علي، انا ماشي في فياح بريكا. والله حركات لازم اخسرك عشان انا في الفريق الازرقيكا. يلا بسرعه ابو علي. هو انا ليه بس العيال اللي معايا نوبات؟ اشمعنى البصوص والواد حركات القرد عمال يلف على الازرق ازاي؟ كده هما اللي يكسبوا. يلا بقى يا شباب اللي معاه في الفريق العبوا حلو بليز. اوكي بليز بليز بليز، اعمل ابو علي كده لون ازرق كبير، حتى الكنشنش معاهم في الفريق برضو في اللون الاحمر. انا بصوا اللي عامل الازرق ده كله، يا رب نكسب. فاضل 3 ثواني. اوكي ثانيتين، ثانيه خلاص. مين اللي كسب؟ انا خسرت خسرت. بصوا اللي كسب حركاته الزعبله والواد الكنشنش، الاثنين النوبات اللي كانوا معايا والله يعني ما كانوا بيعرفوا يلعبوا. اوكي خلينا ندوس على الزرار، طبعا هم داسوا عليه اصلا في ثواني. ليتس جو، دلوقتي تحدي الالوان. اوكي انا اختار اللون اللي هيتحط هنا. اللون ايه بقى؟ لون ايه؟ اللون اللون السماوي. ليتس جو. واد ابو علي ولا كنت اموت؟ واد ابو علي كنت اموت. احسن النوبات ما تغشوش من ايه ده؟ هو ازاي انا بص؟ الو الو، ايه هو انا بوت ازاي بس؟ ايه الكذب ده؟ انا كنت واقف على اللون الصح والله. انا معانا، انا فاهمك، انا اللي موتت بالسيف بتاعي. او ماي جاد، انت اللي موتني بالسيف يا زعبول، انا فهمت دلوقتي. انتوا قصدكم ان الاسلحه والحاجات دي انا فهمت حلويه، الاسلحه والحاجات دي ينفع نضرب بيها بعض بره. ماشي يا زعبول يا نوب، والله اللي اجيب لكم حاجات كتير، خليني اجيب لهم حاجات كتير حلويه وسيف كمان. اوكي وسيف جولد كمان، انا معايا فلوس كتير. اوكي اطلع بره ابو علي دلوقتي، والله هجلدكم جلد. الو افتحوا لي البوابه يا كباتن، دول بيلعبوا تحت، افتحوا لي. ابو علي انا بص بوابتك بالسيف كده ابو علي، بيو 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 بيو، انا اوريك الزعبوله. انت واد ابو علي انت مشغول اللي هو بيمشي بوابتي. احسن النوبات، خلينا ندوس على الزرار اول واحد ابو علي. اوكي دوست على الزرار، انا اللي دوست عليه. شفتوا الكاش اللي بيدوس على الزرار بياخد جولد كتير. ليتس جو، والله اللي اوريك الزعبوله انت وحركات. نشوف دلوقتي التحدي. الو انا بوليس شرطه، بوليس شرطه، حركات حرامي، حركات مسجون والله. بسيبك حركات الفرخه، تعالى واد حركات. لا انت ما مش هخليك تمسكني يا حبيبي. والله حركات فين؟ اوكي موت البنت دي، موت موتها.
احنا الشرطه يا علوية، مفيش هزار. حركه الفرخه هيجي من هنا، تعالى حركه الفرخه. لا ده لف التاني. تعالى وضع حركات، والله بتسيبك. اوكي حركات نورت، حركات النور. تعالى وضع حركات كده موت. بتموت يا واد ابو علي انت يا نوب. لازم بموتك عشان انا الشرطه حركات. بص علوية دلوقتي الشرطه هي اللي محطوطه هناك فوق عشان انا اللي كسبت. اوكي مين تاني مسجون؟ والله اي حد مسجون اكسر راسه على طول. ادخل كده ابو علي، مفيش اي حد هنا في السجن ولا ايه؟ اوكي الواد زعبولة فين؟ ايه ده مسجون اهو. تعال بسرعه عمر السلاح. او ماي جاد انا خسرت، السلاح كان بيعمر. اوكي مش مشكله، التحدي اللي جاي الحقوا، حطوا صوره حركات برضو. كمان يا ابني عشان مش اهم واحد بقى. انت اهم واحد، انا اوريك دلوقتي مين اللي اهم يا حبيبي. اوكي خلينا ناخد الكوينز. الو المفروض ان انا كنت اكمل، انا ليه وقفت اصلا؟ الو موت. الحقيقة علوية كلنا متنا اساسا. اوكي دوس على زرار ابو علي بسرعه. اول واحد يدوس على زرار ابو علي خد 30 كوينز. اللي بيدوس على زرار يا علوية بياخد 30 كوينز. المفروض العكس على فكره، اللي يدوس على زرار يتاخد منه كوينز عشان محدش يروح يدوس على الزرار. اوه ده بيقول لنا بي كارفول، الزومبي هيجي تقريبا. في زومبي يا علوية الحقوا. او ماي جاد. اوكي خلينا نشوف الزومبي فين. الواد زعبوله انا موت ابو علي. اه انت موت. اوكي بص على الواد التحدي ده، احنا معناش اسلحه والزومبي تحت اهو. اوكي شالوا مننا الاسلحه، انا كسبت طبعا عشان الزومبي ما قدرش يموتني. وفي تحديات بيشيلوا مننا الاسلحه وبيخلوا الاسلحه معانا اوقات، لما يكون معاك السلاح موت على طول كل اللي واقفين. عشان كده علوية احيانا الواد حركاته زعبوله بيموتوني. ايه ده التحدي المره دي؟ ايه ده يا نهار زبادي على كميه الكتب. وادي حركات يا جرح بريكا. بص يا واد ابو علي كل دي كتب بتاع دراسات اجتماعيه. يا ابني كتب دراسات اجتماعيه انت غبي. اوكي دلوقتي علوية خلينا نشوف التحدي اللي بعده. ليتس جو. اه ده فايت المفروض دلوقتي على الواد دون سلاح. اوكي بصوا زعبوله النوك بيموتني، امسك يا زعبوله. والله بسيبك يا ابو علي، خليني بس بوت البيت دي. اوكي ثانيه بصوا حركات الفرخه، امسك حركات. اوكي بصوا انا بضرب ازاي، امسك حركات. انت بتضرب عليا وانا انت كده وانا ما كنتش واخد بالي. دلوقتي خدت بالك، امسك حركات. والله بسيبك، امسك عمال يتنطط زي القرد الفرقعلوز، مفيش ولا واحد راضي تيجي فيه. انا كسبت وحركات كسب وزعبول كلنا كسبنا عشان محدش مات اصلا. اوكي التحدي اللي بعده، والله تحديات جامده مع الزرار هنا على الويه. ليتس جو. احنا المفروض تقريبا. لا 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 كنت لسه بس بشوف التحدي يا رجاله. بصوا انا بوت وزعبوله مات. خليني بوقف على الزرار عشان اول ما هم يخلصوا على طول انط كده واشغل الزرار على طول يا زعبوله. شارع يا زعبوله. ايه ده رقم 3؟ برافو. ايه ده عفيت 3 يا ابني، تشاري رقم 5 مكتوب 5. ايه ده يا دي طلعت رقم 5، كنت فاكرها 3. والله انتوا نبات. دوس ابو علي حركات الفرخه جه داس في ثانيه. اوكي اللي بيحصل ليتس جو، الجيم بتبدا. الجيم ده مره كمان بسرعه ابو علي. نط 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 ليتس جو. والله كسبك يا حركات. نط 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 هات السلاح ده عشان اضرب حركات، امسك حركات. والله كنت نفسي اموتك بس خلاص حركات النوب كسب. انت وانا انت بتشري معايا بقى دلوقتي الشيف موتي كان الكباية. ايه ده بيموت فعلا، ده دمه كبير، انا خلاص مقرب اموت، حته صغيره اموت. والله لا 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 حركات هيجلدني. امسك اهو ده حركه، والله ما سيبه الحمد لله. الوقت خلص كنت انا اللي اموت. اوكي التحدي اللي بعده بسرعه. ليتس جو. التحدي ده الحقوا علوية، البتاعة دي هتتحرك واحنا ننط بسرعة بسرعة بسرعة. الو انا بوت حركات لسه عايش، انا نطيت بدري يا ابو علي يا ذكي. اوكي بص اللي كسب حركات الفرخة هو واحد تحت. ليتس جو دوست على الزرار. اما نشوف دلوقتي علوية التحدي ده ممكن يكون اخر تحدي خلاص. اوكي ليتس جو بسرعة بسرعة ابو علي، افتح 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 يا كابتن. الواد حركات ماسك سيف. اوكي مش عايز اقع مش عايز اقع كباتن. لا محدش يزقني. احنا ينفع يا نهار زبادي ينفع ننط، ما كنتش اعرف والله ما كنتش اعرف. نط كده. الو النطه بطيئه، النطه بطيئه مش بطيئه، النطه صغيره مش عارف ايه بس التركيز ده، والله انا مش مركز خالص. نط كده ابو علي. اوكي نط 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 على اللي بعده. ليتس جو بعد كده هنا. اوكي تعالى هنا ابو علي. ليتس جو اللي هنا بعد كده. المسافه بقى بص بتبقى عامله ازاي. لا صغيره خالص بس كسبت الحمد لله، مش مشكله انا اتاخرت شويه بس كسبت. امسك حركات الفرخه تعالى، والله بسيبك حركات اقلدك تعالى. ليتس جو كسبت مع حركات النوب. اوكي دوس على الزرار.
ايه ده الحقوا ديسكو تايم. الحقوا عامل لنا رقصات. انا ينفع ارقص بص على اللوية. اوكي طبعا التحدي ده هو كله رقص، اللي مش هيرقص هيخسر طبعا، عشان كده حركات بيرقص. هو كمان يا حبيبي لازم بقى ارقص. تقرص مين؟ واحنا هنقرص يا ابني بنرقص. طب علي بص انا برقص انا كمان. اوكي وانا برقص انا كمان الزعبولة. كله لازم يرقص على اللوية، لو ما رقصتش هتخسر طبعا. كله بص شغال رقص، كله كسب، كله. اوكي التحدي اللي بعده على اللوية، مش عارف ايه اللي هيحصل بالظبط، بس خلينا نشوف. البتاع بتختفي اللي تحتينا. ليتس جو. الارض بتختفي، والله بتختفي. خدوا بالكم مش بتختفي اللي تحتينا، في حاجات بتختفي. اوكي انا واقف دلوقتي على الارض ما اختفتش، بس في حاجات بتختفي، فعشان كده لازم ناخد بالنا. انا كسبت ابو علي، كسب وحركات الزعبوله. او انا ابو علي انا كسبت، انا كبات. برافو عليك واد زعبوله. دلوقتي ايه ده؟ زعبوله هو اللي صورته محطوطه. اوكي دلوقتي على التحدي. ايه ده؟ بيقول لنا تجنبوا الليزر. ليتس جو، في ليزر. اوكي نط كده ابو علي. ليتس جو. مش عارف هو هيجي منين، الليزر هيجي منين. ليتس جو، هيجي من هنا، هيجي من هنا. اوكي نط ابو علي. احسن حركات يا فرخه. هولي بولي هولي بولي. يب ابو علي لسه عايش، انا اللي هكسب. اوكي كله مات ابو علي، بس هو لسه عايش. الو خلاص بقى، انا عديت من الليزر كله، والله كله مات، مفيش حد غيري. اوكي طيب. هولي مولي، والله الزرار كان هيموتني. بص ما ينفعش امشي على الزرار. الو اوكي اخر واحده تقريبا واكسب. نط ابو علي، كسبت ابو علي، كسب المفروض. ليتس جو، انا اللي كسبت انا وزعبول. ايه ده؟ زعبول كان عايش؟ ابو علي كنت عايش وكنت مستخبي كمان. هولي مولي ازاي يا ابني؟ المفروض ابو علي اللي كسب. نط ابو علي على الزرار. اوكي اخر تحدي على اللوية هتلعبوا، واقول لكم ازاي تقدروا تلعبوا التحدي الجامد ده مع اصحابكم، بس ما نشوف التحدي بتاعنا. ليتس جو، احنا جينا فين؟ اوكي خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. طبعا بيقول لنا خدوا بالكم عشان الارض اللي احنا واقفين عليها. يب انا شايف طبعا الارض دي هتبقى حمراء. واد زعبوله اتحرك. طب ابو علي، قولي مولي دي هتبقى حمراء دلوقتي. او ماي جاد زعبوله كان يموت. ابو علي والله كنت هموت فعلا. واد ابو علي مش انا واقف فين بقى؟ الواد حركات شاري البت ده منين؟ انت شاري البت ده منين؟ الواد حركات لازم اشتري واحد زيه. اوكي انا كسبت، كلنا كده كسبنا، وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. الواد حركات انا عاوز اشتري البت زي اللي معاك. كام يا بوش؟ هقول لك بقى بتجيبه منين؟ واد ابو علي بوش في صندوق كده فوق، ما ادوس عليه. صندوق؟ اوكي دوس على الصندوق. هولي مولي صندوق ايه ده؟ اوكي خلينا نفتح اي صندوق كده. افتح ابو علي وما نشوف دلوقتي يطلع لنا ايه. يب يا رب يطلع لنا حاجه حلوه قبل ما ننهي الفيديو كده بسرعه. طلعت لنا ايه؟ ايه ده؟ طلع لي البيت. ليتس جو، الدايمون اللي مع حركات، والله هو وادي حركات. اوكي بص وادي حركات معاه بنتات كتير. خلينا اجي عند البيت كده، حط البيت ده ابو علي البس. ليتس جو، انا جبت بيت وادي الزعبوله. ابو علي بحاول اجيب لي واحد كمان. وادي ابو علي مش انا معايا كام واحد؟ ايه ده؟ بصوا كام بيت مع حركات. قولي مولي ده معاه تلاتة، أنا معايا واحد بس. طيب على اللوية كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس كمان. واللي عاوز يلعب التحدي الجامد ده صورته هتظهر قدامكم دلوقتي، روحوا العبوا مع أصحابكم وجربوه. وأشوفكم الفيديو الجاي، باي. أنا بقى ولا مش هموتك دلوقتي بالشيف. والله أنا اللي بموتك يا فرخة. إيه ده؟ أنا دمي كان ناقص يخشش. أحسن كمان.